احنا بنعمل البوكس مثلا على حسب ما صاحبه يبقى عايز، يعني مثلا يعمل لي بوكس في حدود كذا، بنعمل في حدود كذا، مش مغليين يعني، في اللي عايز العالي بنعمل له العالي، في اللي عايز المتوسط بنعمله متوسط، بحيث ان نتناسب كل الايه الاذواق وكل الايه الاسعار في الظروف اللي ايه الناس بتمر بيها، تبقى الاسعار ايه في متناول يعني في متناول الجميع. يعني بوكس الشوكولاته عندي ممكن يبدا من 60 جنيه لحد 200 300 على حسب برضو الايه، على حسب محطوط في ايه، كميه شوكولاته ايه، والبوكس نفسه ايه. الحروف المضيئه عندي الحرف المضيء بيبدا برضو من 60، ده بلاستيك. عندي حروف مضيئه خشب، دي لسه بنعملها احنا اللي عاملينها ان شاء الله ننفرد بيها. ديت هتبدا مثلا حوالي من 100 جنيه خشب، خشب تقيل من 100 جنيه، بيبدا من 70 ل 100 جنيه على حسب برضو الحجم وتقل الايه وتقل الخشب. بالنسبه للدباديب مثلا اسعارها بتبدا من 45 لحد 300، بس 300 ده بيبقى اللي هو يعني الحجم الايه الحجم الكبير. البلالين الهيليوم اسعارها من 85 لحد من 35 لحد 85. ودي الفلوره الجديده احدث حاجه نازله للفالنتين، بنحطها مع دبدوب احمر وبرفيوم اوريجينال، زي برضو فكره الاباجوره دي بتاعت الفلامانجو، دي بالاباجوره بتاعتها بالبلوره بتاعتها بالفلامانجو بتاعها، هي كلها ميوزك، بتعمل ميوزك وبتعمل اضاءه. وفكره الاب برضو مع البازه دي جديده، والقلب ده مضيء برضو. الحاجات المضيئه دي برضو احدث حاجه نزلت، الحاجات دي جديده.